حبيت صور لكم وعيد لكم طريقتي بعمل مكدوس الباذنجان. هلأ بلش الكل يحضر مونت المكدوس، ما في أطيب منه بالشتاء مع الأكلات البلدية، ومنغمس بزيت المكدوس. أنا بحب أقلي فيه البيض، بحب حط من زيت المكدوس على اللبنة، ما في أطيب منه. كل ست بيت وكل أم تعمل مونتها حسب ما هي توارثت الوصفة وتعلمتها من أهلها. طريقتي للمكدوس بعمله بالمكسرات مع الثوم والفلفل الأحمر الحلو والرمان الحامض، ما في أطيب منه. وهيدي كلها إضافات بترجع لذوقكم. طريقته بده شوية طولة بال، يوم ورا يوم إله كذا مرحلة، بس بالنهاية تعبكم بيستحق، لأنه بيكون شغل إيديكم وما في أطيب منه. لما بتفتحوه بتبدأوا تاكلوه تعرفوا إنه هو بيستاهل هيدا التعب. طريقة حتكون بفيديوهات مفصلة لكل خطوة. جهز هلأ الباذنجان، غسلته كتير كويس. يلي بدي أعمله هلأ للمكدوس رح حطهم بمي باردة، ما رح اسلقهم بمي سخنة هيدي المرة، ورح نخلي العرق عليهم بس منخفف منه شوي. وهيك عم جهزهم. طبعا يلي فيها ضربات مثل هيك ما تحطوها بالسلق ابدا. جهزت هلأ طنجرة كبيرة حطيت فيها مي من الفلتر، ما حطيت مي سخنة ابدا، رح حطهم بمي باردة واستناهم لحتى تسخن وتغلى فيهم. هلأ عم نزلهم بالمي. هلأ ما شاء الله بعد ما حطيت كل الباذنجان بالمي رح غطيهم بفوطة علشان ولا باذنجان تكون من هون وش الباذنجان مبين. غطيهم كل الباذنجانات ورح اغمرهم بهيدي الفوطة لتحت بهيدي الطريقة، ورح حط عليها صينية والمي باردة من الفلتر وتقل. بعد ما غطيت الباذنجان بالفوطة وحطيت عليهم صينية تغمرهم، حطيت طنجرة فيها مي وتقل عشان تنزل الباذنجان لتحت ليستووا كلهم بنفس الدرجة. هلأ بس نشوف المي صارت تغلي، نتأكد انه المي غليت معنا وطلعت ريحة الباذنجان انه انسلق بالمي، راح اطفي تحت. بس تشوفوا المي عم تغلي بهيدي الطريقة، وصلت لدرجة الغليان طبعا مش من اول غلوة، وتبلشوا تشموا ريحة الباذنجان انه بلش يتسلق عنا، راح اطفي تحتهم وبنبدأ نشيلهم ونحطهم بمصفاية. هلأ راح نبدأ نشيل الباذنجانات. شوفوا كيف ضلت الوانهم الباذنجان بعد ما سلقته، شلتهم وحطيتهم على فوطه. كنت اول حطهم بجاط فيه مي بارد وثلج. ليه؟ الباذنجان عم بيشرب مي كتير ويحتاج وقت اطول لينزل المي منه لما نملحه. صرت افردهم على فوطه واستناهم ليبردوا وينشفوا شوي، ببدا اشتغل فيهم. المهم ولا حبه فوق الثانيه. هلا الباذنجانات تركتهم تقريبا نص ساعه، صاروا كتير باردين. يلي بدها تحط الباذنجان بالمي الباردة والثلج تحط. انا وقفت هيدي الطريقة، لقيت هيك افضل، هيك افضل عشان الباذنجان ما يشرب مي كتير. بنعمل شق بالسكين. طبعا شلت هيدا العرق. ملح خشن، وما تكتروا لانه بتكتروا بتقولولي الباذنجان طلع مالح. حبات الباذنجان الصغار ربع معلقة صغيرة ملح خشن كافي، والحبات الكبيرة او الوسط نص معلقة صغيرة ملح خشن كافي. الباذنجانات بعد ما انا ملحتهم حطيتهم بمصفاية، بدي احط عليهم صينية وتقل لتاني يوم. في ناس بتحطهم بكيس قماش بيكون من الخيش مصنوع او حسب المتوفر، وبيربطوه بيحطوها على بلاطة وبيحطوا عليها تقل صينية فوق تقل لتاني يوم. الطريقة اللي انتو بتناسبكن، اهم شيء انه احنا نضغط الباذنجان لتاني يوم. حطيت فوق الباذنجانات صينية، حطيت فوق طنجرة كبيرة وعبيتها مي، وفوق الطنجرة حطيت رخامة علشان قد ما في يحط تقل عليهم. لازم قد ما بتقدر تحطوا تقل على الباذنجان، ما بيأثر، لا تخافوا ما حيصير فيهم شي عشان نطلع منهم المي. هلأ جهزت الفلفل الأحمر الحلو وجهزت الفلفل الأحمر الحار، بقطعهم بالنص وبشيل البذور منهم. في ناس بتحط الفلفل عليه رشة ملح وتحت الشمس وبتنشفه، في ناس بتحط دبس الفلفل، أنا بحطهم مثل ما هني هيك. هلأ رح أفرمهم على المكنة بعد ما شيل منهم البذور، وبحطهم بمصفاية كبيرة، بحط عليهم شي معلقتين طعام حسب الكمية ملح خشن، بدعكن فيهم كتير كويس، وبحط عليهم صحن وبحط فوق الصحن تقل، وبخليهم على طاولة المطبخ لتاني يوم. اهم شيء تحطوا تقل فوق الصحن عشان يضغط المي من الفلفل، وبخليهم برا بالمطبخ لتاني يوم، ما حيصير عليهم ولا شيء عشان تنزل ميتهم كتير كويس. هيدا الفلفل الاحمر شوفوا قديه نزلت ميته، فبهيدي الطريقة خلص ما في داعي انكم تشمسوهن. هيدا الفلفل بعد ما انا عصرتهم، شوفوا خلص هيك صار عندي كتير مناسب. بدكن ياهن حرين كتير، انتو بتتحكموا بنسبة الفلفل فيهم.
شوفوا حبات الباذنجان كيف، وليكو لونها كيف. هياتنا ضغطناها من المي كتير كويس بهيدي الطريقة، وهلأ صاروا جاهزين للحشي. عم جهز هلأ حشوة المكدوس. حطيت الجوز بهيدي الطريقة، هاي طريقتنا للمكدوس. كل واحد وطريقته بالحشوة بترجع لذوقكم. في ناس ما بتحطون، في ناس ما بتحط رمان، احنا بنعملها بالرمان وبالمكسرات. هيدا كاجو كسرتهم هيك خشنين بهيدي الطريقة، هيدا لوز والجوز، هيدي الفلفل الأحمر يلي عملتهم، وتوم ورمان حامض تقريبا شي حاطة كبايتين ونص هون حسب قد ايه بتحبوا فيها رمان. هلا بدي رش عليهم شوية ملح. هلا رح حط شي نص معلقة طعام ملح، ما رح كتر عشان ما يطلعوا مالحين لأنه الباذنجان مملح. حطيت شي نص كوب زيت زيتون حسب كمية الحشو بنحط. هلا بدي اخلطهم سوا. الحشوة عندي تبارك الرحمن ما شاء الله صارت جاهزة، اهم شي ما تكتروا ملح فيها لأنه الباذنجان مملح. رح ناخد حبة بهيدي الطريقة، انا بحب احط فيها حشوة تكون كمية الحشوة فيها وفيرة، نحب يعني يكون فيها الباذنجانة كمية. هذا كله اللي من برا حيتنظف وحيتترتب ونمسحها قبل ما نحطهم بالمطربان. بهيدي الطريقة بنحشيهم. وهيدي كمان حبة. نضغط الحشوة لجوا، كتير طيبة مع المكسرات بهيدي الطريقة. وهيدول حبات الباذنجان بعد ما حشيتهم عم بحطهم بالمصفاية بهيدي الطريقة فوق بعض. هلأ بس تنتهي كل حبات الباذنجان بحط عليهم صحن وبحط عليهم تقلب، خليهم لتاني يوم لتنزل كل المي اللي بالحشوة. هول الباذنجانات يلي أنا حشيتهم امبارح، شوفوا قد ايه نزلت مي منهم لما ضغطتهم بهيدي الطريقة. شلت التقل عنهم، هلأ بدي امسحهم ونظفهم ورتبهم وحطهم بالمطربان. تمسحوا الحشوة عنهم من برا هيك بهيدي الطريقة بكلينكس مثل ما بدكن. هيدول الباذنجانات بعد ما حطيتهم بالمطربانات، حطيت الكبار تحت والصغار فوق اللي مستويين كتير على الوش، واللي بدهم شوي خليتهم بأرض المطربان. أنا دايما عادتنا بنحطهم بهيدي الطريقة بمصفاية، رح خليهم للمساء لآخر المساء بحط عليهم الزيت. إذا اشتغلتوهم المساء خلوهم لتاني يوم مقلوبين. في ناس بتحط على المطربان من فوق عواد خشب وبتقلبوا، في ناس بتحط له شبك، أنا بحطهم بمصفاية وبقلبهم للمساء أو لتاني يوم حسب الوقت اللي أنتوا بدأتوا فيه. بعدين رح نحط الزيت. هلأ هيدا الباذنجان تالت يوم بعد ما حطيت الحشوة فيهم وقلبتهم بالمصافي، شوفوا المي اللي نزلت منهم. هيدي المي لو ضلت بالباذنجانات بتخليه يعفن، فلما نحشيه لازم نحطه بمطربان ونقلبه. طبعا بعد ما ضغطته من الحشوة كمان حطيته بمطربان وقلبته. هلأ جاهزين نحط فيهم الزيت. أنا بحط تلت الكمية زيت ذرة والباقي زيت زيتون، ودايما بستخدم زيت زيتون أسباني خفيف أفضل للكبس للباذنجان علشان مع الوقت ومع الطعم. هلأ عم حط زيت الزيتون، وما تعبوا المطربان على الآخر، خلوا ربعه فاضي لأنه رح يفور الباذنجان لفوق والزيت. يعني هيك كافي. لما نشوفه تاني يوم خلص فار الزيت لفوق، ارتفع لفوق، بيكون عنا كافي. فأنا ما بكبس بزيت زيتون بلدي أصلي، زيت الزيتون الخفيف أو نوع يكون قديم من السنة اللي فاتت بيكون أفضل لكبس الباذنجان. ويلي بدها تعمل بزيت زيتون أصلي هيدا بيرجع لذوقها. هدول المكدوسات صاروا عندي جاهزين، تركتهم ليلة كاملة ما سكرتهم، ارتفع عندي الزيت ورجعت زودت عليهم زيت زيتون. هلأ صاروا جاهزين انه انا سكرهم. بحط نايلون دايما على الوش من فوق. في ناس بعد ما تسكرهم بهيدي الطريقة تقلبهم على وش المطربان وبتخليهم يومين عشان يطلع الهواء. بدكن تعملوا هيدي الخطوة مثل ما بدكن، تقدروا تقلبوهن هيك لمدة يومين هيدي الطريقة عشان اي هوا جوا المطربان يطلع، بس حطوا دايما صحن تحتهم افضل. دايما النايلون على وش المطربان ليخفف من تسرب الزيت لبرا اذا قلبتوهن او ما قلبتوهن. لما تجوا تفتحوهم بعد 12 يوم خاصة مطربانات الضغط، حطوا على وش المطربان فوطة عشان ما يطلع، قوة الدفع الزيت لبرا بتكون قوية عليكم. هيدا الشكل النهائي للمكدوس بعد 12 يوم، بفتح عليهم وبشوف اذا استووا بالكتير بياخدوا معكم 12 يوم، اسبوعين بيكون المكدوس جاهز.